للتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول مسؤول قسم الثقافة والإعلام في هيئة علماء المسلمين الدكتور عبد الحميد العاني. بداية دكتور مرحبا بك. في كلمته قال الدكتور مثنى الضاري إن ثورة 20 أضحت علامة فارقة في تاريخ العراق الحديث. ماذا تعني هذه الثورة للعراقيين خاصة في ظل ما يعاني منه العراق اليوم؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. دائما المواقف الوطنية والرمزية تبقى في ذاكرة الشعوب لسنين طويلة، بل تمتد لقرون. وثورة 20 كان لها أثر كبير في ذلك الوقت، امتدت هذه الذكرى إلى هذه اللحظة. ميزة تلك الثورة في أمرين اثنين. الأمر الأول أنها كانت ثورة وطنية جمعت تحت ظلالها جميع فئات الشعب العراقي من غير انتماء فئوي ولا طائفي ولا قومي، وإنما شملت الثورة جميع أنحاء البلاد. الأمر الآخر كان أثرها المدوي على الاحتلال الإنجليزي. من هاتين الناحيتين كان لهذه الثورة الأثر الكبير في ذلك الوقت والتي امتدت إلى هذه اللحظة. الدكتور الضاري قال أيضا إن مبادئ الثورة 20 ما زالت صالحة لاستنهاض همم الشعب العراقي. يعني في هذه النقطة إلى أي مدى ترى يعني أنه الآن العراقيون بحاجة إلى قيم ثورة 20 لانتشال بلدهم مما هو فيه؟ بالتأكيد الظروف ذاتها والمبادئ ذاتها هي قضية وطنية قامت على جمع أبناء الوطن جميعا بمختلف مكوناتهم لإنقاذ بلدهم من احتلال غاشم يريد تدمير البلاد وأذية العباد. من هنا هذه الظروف التي كانت في ذلك الوقت هي موجودة اليوم، موجود عندنا احتلال، وهذا الاحتلال مستمر إلى هذه اللحظة، وقد طال أذاه جميع أبناء الشعب العراقي من غير تمييز، وإن كان يحاول أبناء الاحتلال التركيز على مناطق دون أخرى، لكن من ينظر إلى حال العراق اليوم يجد أن الضرر والأذى قد بلغ درجة عالية لا يمكن السكوت عليها. ومن هنا لا بد لهذه الظروف أن تعاود مرة أخرى وأن يستعيد العراقيون هذه الذكرى لاستعادة ذلك المجد ولاستعادة حياته. أيضا الأمين العام دعا القوى الخيرة في العراق إلى الالتفاف والجهر بحق العراق والعراقيين. يعني الآن القوى السياسية الموجودة في العراق، ما المطلوب منها بهذه المناسبة؟ القوى السياسية الموجودة الآن في العراق التي انضوت تحت لواء هذه العملية أو راية العملية السياسية أصبحوا جزء من المأساة، وبالتالي لا يرتجى منهم أي حل. الحل بيد أبناء الشعب العراقي الذين عبروا عن موقفهم في الانتخابات الأخيرة بمقاطعة مقصودة لهذه الانتخابات، وهذا الموقف الذي عبر عن الشعب العراقي كان ضربة وصفعة قوية للعملية السياسية ولمشروع الاحتلال برمته. بعد مشروع الاحتلال ولا زالت آثاره موجودة، هناك يعني آثار فاعلة أثرت على الشعب العراقي وأثرت في ظروفه المحيطة. في كلمته دكتور يعني في كلمته قال الأمين العام أيضا إنه مهما تقدم الاحتلال في مشروعه فإنه لا يمكنه استئصال روح المقاومة من الشعب العراقي. روح المقاومة دكتور عبد الحميد التي تجلت في ثورة 20 في السابق في الماضي، إلى أي مدى ترى هي الآن موجودة أيضا لدى الشعب العراقي؟ هي موجودة ومستمرة، وإن كانت ربما بعض الأحيان تغيب عن الظاهر عن الإعلامي، ولكنها هي متجذرة في نفوس الناس، في نفوس الشعوب الحرة والأبية. والشعب العراقي معروف بتاريخه الحي ومعروف بمجده، وخلال الفترة الماضية 15 عاما من الاحتلال قد جسد هذه الروح، روح المقاومة، في مواقف عدة. ونعتقد أن المواقف الأخيرة من الانتخابات كانت جزءا من هذه المقاومة، فهو أن الشعب لا يستسلم للظالم ولا يستسلم للظلم فيرضخ له. من إسطنبول مسؤول قسم الثقافة والإعلام في هيئة علماء المسلمين كان معنا دكتور عبد الحميد العاني، شكرا جزيلا لك.